فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا وقع على أهله في رمضان عدة مرات ولم يكفر، فهل تكفي كفارة واحدة كالظهار؟ إن كانت في يوم واحد ما عليه إلا كفارة واحدة، أما إن كانت في أيام فكل يوم له كفارته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.